اتفضل يا دكتور. دكتور أيمن معوض محمود، أستاذ مساعد الفسيولوجيا الجزيئية بكلية العلوم جامعة بني سويف، ورئيس قسم التكنولوجيا الحيوية بمعهد أبحاث النباتات الطبية. تم إدراج اسمي ضمن القائمة الصادرة عن جامعة ستانفورد، واللي بتختص بتصنيف أقوى أو أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم في مجال تخصصاتهم، والأبحاث الخاصة بنا واللي تم إدراجها في تخصص علم الأورام بتختص بدراسة آليات الاضطرابات الفسيولوجية في الجسم واستهداف طرق علاجية واستراتيجيات علاجية جديدة. وأبحاثنا لم ترتكز فقط على الأورام، ولكن كانت تشمل أيضا أمراض القلب والشرايين وأمراض الالتهابات المزمنة. وتمت الأبحاث بالتعاون مع زملاء من جامعة بني سويف وزملاء من بعض الجامعات المصرية، وأيضا زملاء من جامعات عملت بها كباحث وأكاديمي، وهي جامعة غرناطة في أسبانيا، جامعة مانشستر متروبوليتان في بريطانيا، جامعة الشاريتي الطبية في برلين، ومركز هيلم هولتز للأبحاث في ميونخ. معظم الأبحاث حصلت على دعم من عدة جهات معينة، منها صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لأكاديمية البحث العلمي في مصر، ومؤسسة ألكسندر فون هومبولت الألمانية، والجمعية الدولية لتصلب الشرايين في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض المنح من الاتحاد الأوروبي.